أهلا بكم معنا أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة في رحاب الجامعة. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وبالتاكيد واحنا في صرح كبير هنا في اسوان الجديده في جامعه اسوان وبالتحديد في كليه الحقوق. بالتاكيد الاهتمام بالباحثين وبالبحث العلمي ده شيء مهم جدا، وتاسيس الكليات وانتشارها في محافظه اسوان له طبعا دور مهم جدا بالنسبه لمجالات البحث العلمي. من مؤسسي كليه الحقوق بجامعه اسوان والذي يوجد اليوم هنا في كليه الحقوق الاستاذ الدكتور ماهر ابو خوات، استاذ القانون الدولي وعميد كليه الحقوق جامعه كفر الشيخ. اهلا بحضرتك معنا يا فندم، شرفتنا. اهلا وسهلا، اهلا بيك. الله يسلمك. دايما بتواظب على زياره اسوان ولا بقى؟ اكيد اكيد طبعا اكيد، يعني ما فيش سنه بتعدي الا لما اجي اسوان. طبعا انا عشت في اسوان 4 سنين واعتبر كل مكان في اسوان يعني انا ليا فيه ذكرى وعارف الاماكن كلها. صحيح. وزمايلي هنا والناس اللي في الجامعه، وجامعه اسوان لها فضل علينا، يعني هي صحيح في الجنوب لكن انا لن انسى فضل جامعه اسوان وفضل معالي الوزير اول رئيس جامعه لاسوان اللي له الفضل في توسعه هذه الجامعه ونشاه هذه الجامعه بهذا الشكل، معالي الاستاذ الدكتور منصور كباش. الحقيقه كان راجل فاضل وتفانى خلال سنوات من اجل انشاء الكليات وتوسعه هذه الجامعه وانشاء هذه الجامعه. حضرتك طبعا اكيد نقول كده، هتخلينا نسال على الذكريات ولما بداتوا هنا في اسوان الجديده كان الشكل عامل ازاي، وطبعا وصلنا دلوقتي لمرحله من التطور كبيره يعني، وتاسيس كليه الحقوق كان ازاي؟ اولا انت عارف ان اي حاجه تيجي فيها سيره اسوان والجنوب عموما يعني دايما الناس بتقف على طول، فمن ضمن دواعي ان الكليه هنا والجامعه كبرت واصبحت جامعه مستقله وجامعه لها استقلال عن جنوب الوادي وعن اسيوط، ان اهل اسوان يستحقوا جامعه. طبعا. وبعدين ده من دواعي ان ما حدش حد يعرف يمنع، يعني ما كانش حد يقدر لما كان يتم طلب انشاء كليه على طول اي لجنه بتيجي من الوزاره فورا خدمة الأهل الجنوب وتقديرا لهم وتقديرا لأهل أسوان كان دايما بيتوافى على الكلية. وكمان كان بيقود هذه المسيرة في بدايتها معالي الأستاذ الدكتور منصور كباش. الحقيقة يعني أنا جامعة أسوان فيها 21 كلية وأكثر من 3 معاهد عليا، وبالتالي ده ما بتحصلش في يعني في جامعات ما فيهاش العدد، جامعات كتير جدا يعني في مصر. دكتور ماهر، يمكن حضرتك وجود حضرتك النهارده ومناقشه رساله الدكتوراه في القانون الدولي دكتوره زينب، عايزين نقول برضو اكيد بالنسبه لحضرتك ده له اهميه، وكلمنا على رسائل الدكتوراه والماجستير ومناقشتكم ليها في المحافظات المختلفه مش هنا في اسوان بس. والله انت عارف ان البحث العلمي ليه ضوابط وليه مقومات. النهارده احنا بنناقش رساله في القانون الدولي العام تتعلق بموضوع من موضوعات القانون الدولي اللي مطروحه على الساحه اللي هو موضوع حقوق الانسان. والحقيقه موضوع حقوق الانسان سواء في السلم او في الحرب يعني بيمثلنا كلنا، بيمس كل الناس في كل الدول، مش معنى ان هو قانون دولي. قانون دولي بيطبق في الداخل بقوانين دولية ومواثيق دولية وارتباط وتعهدات بين الدول. وبالتالي الباحثة زينب عملت رسالة في أحد الموضوعات حقوق الإنسان اللي هو الحماية الدولية لحق الإنسان في الضمان الاجتماعي. وده من الموضوعات النادر فيها الكتابات، يعني احنا نتكلم في حقوق الإنسان فيها عناصر كتير جدا وموضوعات كتير جدا سواء متعلق بالمرأة أو الطفل أو المسنين أو اللاجئين أو الأشخاص ذوي الإعاقة. ده بالنسبة للفئات. بالنسبة للحقوق بقى حدث ولا حرج من كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق السياسية والمدنية، لكن هي اختارت حق يمكن حق ما تمش تغطيته بالشكل المناسب، وده اللي خلاني أوافق على الرسالة كمشرف لما جيت هنا وعملنا السيمينارات من كام سنة ولقينا الباحثين دولت يعني متشوقين. اهل اسوان طبعا بيبقى عندهم تطلع للتعليم زياده لان هم لما بيطلع منهم كفاءه بتبقى كفاءه ممتازه جدا، واحنا عيدنا الكلام ده طبعا في ناس كتير. فبالتالي الموضوع الرساله موضوع كويس جدا. الباحثه انا يمكن كان ليا دور في معاها في
لما اختارت الموضوع انا اشرت عليها بالموضوع، وهي الحقيقه بقى لها كام سنه متابعه في الموضوع، وربنا يوفقها ان شاء الله باذن الله. كان قريب نفسي وعزيز عليا هو جامعه اسوان وكليه الحقوق تحديدا، فقد كنت من اول القادمين لهذه الكليه الواعده، وتزاملت مع بدايات الكليه مع الدكتور مصطفى كامل اول عضو الكليه، والاخ عزيز وصديق عمري معالي الدكتور عادل بشير، وبعد كده توالت الاحداث، وكان من حسن الطالع تزاملت مع معالي الوكيل سعاده الدكتور عبد العزيز سعد الربيع، وعشنا مع بعض ايام مش عايزين نتكلم، كنا ايام جميله. وصراحه انا مهما اتكلمت مش اوفي لاهل اسوان ولا كليه الحقوق، حاول انا مدرك الطبيعه الاجتماعيه مش مدرك الطبيعه العلميه فقط، يعني سؤالش هنا اكثر من 4 سنين ما بين النقل وما بين العمل. الكليه ان شاء الله تقوى تظل ان شاء الله في اسوان باذن الله في الفتره اللي جايه على يد الاساتذه الموجودين والدكتور عطار والدكتور عزيز والزملاء اللي موجودين، تكون من مصاف الكليات الجديده الواعده ان شاء الله. في حاجات كتير عايز اتكلم فيها، انا مش مجرد مناقشه زينه، عندي مشاعر مختلطه كبيره وانا جاي في الطريق، لان انا كل ما اجي كل سنه اجي اسوان كل فتره، يعني دايما اتذكر كل حاجه موجوده، واحنا في الريش نطلع من الباب ونخش الباب الثاني مش عارف ليه، في بيبان ياما كده تفتحها وحاجات كتير، وقعدتي والبلد والناس كل اهلنا اسوان واهل النوبل ومال الفريق الكنوز وكل حاجه موجوده عايش معاهم مشاعرنا قبل ما نكون بنعمل في هذه الكليه. اهتمام السيد الرئيس بحقوق الانسان وهذا المجال بالذات اللي هو الضمان الاجتماعي، سواء في حياه كريمه او في يعني اللي هي الضمان الاجتماعي او الدعم المادي، فحضرتك شايف ده يعني لو خدناه من ناحيه القوانين والمواثيق الدوليه او من هذه الزاويه شايف ازاي؟ شوف انا هقول لك على حاجه، ان حاجات كتير جدا في مصر بتحصل افضل من كل دول العالم، بس احنا مش شايفين. مفيش بلد عدد سكانها اكتر من 100 مليون وبياكلوا خبز اللي بيسموه العيش عندنا يعتبر مجانا مش مدعم، ده مش مدعم، ده مجانا في العالم غير مصر. وانت بعدين انت هتاكل خبز وهتاكل اي حاجه. احنا سافرنا دول الخليج وسافرنا دول اوروبا ودول المغرب وبعض الدول، يعني بستغرب احنا ما تعرفش تشتري رغيف الخبز اللي بفلوس، لازم يكون معاك فلوس. انت النهارده ده حاجه بسيطه خالص، مش مع موضوع ضمان، الدوله بتكفل شعبها. مفيش دولة بتكفل شعبها زي دولة زي مصر. والكلام ده أنا يعني ما بقولش الكلام ده عشان أنا راجل أعتبر الدولة يعني وثقت فيا ومسكتني مكان في الدولة، ده تكليف، لكن أنا بقول الكلام ده على الحقيقة لأن أنا عشت وجربت ده عن تجربة. الضمان الاجتماعي في مصر سواء من ناحية حياة كريمة أو من ناحية المعاشات، المعاشات تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي اللي موجود في مصر يفقد لكل الدول. وانا هقول لسعادتك حاجه، مفيش حد بيظهر سواد بلده، لكن مع الاسف عندنا في مصر بعض الناس مش مدركه لان فيه غياب للوعي والثقافه، بالاضافه الى ان الوازع الديني ما عادش زي الاول زي ابائنا، فبالتالي لازم يكون عندنا ثقافه المجتمع تتوازى مع ثقافه الدين، لان ثقافه المجتمع هي بتنبع من الاصول والاخلاق، فلازم نرجع للاصول والاخلاق تاني. أيوة. انا فخور وسعيد بحضرتك، ليه؟ لانه بغض النظر عن المنصب نقول شهاده استاذ قانون دولي، يعني حضرتك شهاده وكمواطن مصري دي شهاده يعني بنعتز بيها وبنثقها عبر قناه تمنه وقناه طيبه النهارده، وبالتاكيد نقول الرساله اللي توجهها للطلبه والباحثين استاذ الدكتور ماهر النهارده وحضرتك موجود في اسوان. بص قبل ما اكمل حديثي لابد اولا ان يعني عشان ما انكرش اهل الخير واهل الفضل، جامعة أسوان مسكها لحد النهاردة 3 رؤساء جامعات، وفي دكتور أستاذنا الدكتور عبد القادر كان مسك فترة انتقالية بسيطة بين الدكتور منصور كباش والدكتور أحمد غلاب، وكل الناس حتى النهاردة رئيس الجامعة معالي الأستاذ الدكتور أيمن عثمان والنواب
سواء الدكتور لؤي او الدكتور محمد بيبذلوا جهد، وانا بزور اسوان دايما وابدا لان مرتبط واسوان لها فضل عليا، وكل زمايلي هنا على تواصل معهم وبنتقابل ولم انقطع عن اسوان وجدانيا ولا حتى مكانيا، وبالتالي انا بشهد كل يوم تطور. وكل رئيس جامعه طبعا الدكتور منصور ده المؤسس، يعني ما حدش يعني ينكر فضل الاب الروحي طبعا، هذا الرجل يعني يكرم على مر التاريخ، لكن سواء الدكتور احمد غلاب او سواء الدكتور ايمن عثمان يعني وجودهم كل واحد بذل جهد، وانا كل ما اجي الاقي تطور سواء في البنيه او سواء في الانظمه او سواء في البرامج اللي بتحصل في الجامعه. والنهارده في نواب للجامعه عندهم نشاط في الدراسات العليا وفي شؤون التعليم وفي خدمه المجتمع. جامعه اسوان جامعه واعده وبتخطو والامكانيات بتتوفر، وكل رئيس جامعه بيعمل في الجامعه علامه وبيسيب علامه في الجامعه. فانا اولا بشكرهم قبل ما اكمل اجاوب على سؤال حضرتك، بشكر كل رؤساء الجامعه اللي مسكوا الجامعه هنا واشرفوا عليها وداروها بكل امانه واخلاص. بشكر الدكتور ايمن على يعني الاربع سنوات اللي اعطاهم للجامعه، وطبعا انت عارف ان رئيس جامعه في الجنوب يعني بينتقل كثيرا والمجهود البدني عليه بيبقى صعب حتى مجرد مش الذهني، فانا بشكره على الاداء اللي اداه، وبتمنى لجامعه اسوان ان شاء الله يكون رئيس الجامعه القادم يعني يطور اكتر ويكمل ما بناه السابقون. زينب اتعرف عليها خريجيه مدرسيه، كان في ضغط خارجي استخدمت كل نفوسها. اول ضغط خارجي كان على يد اخويا العزيز الاستاذ الدكتور عادل المشيري، وهي عارفه انا ما اعرفش ايه بقى الدكتور عادل ده يعني يعتبر حب الناس عندي او فعلا حب الناس عندي. وداخليا ضغط على الدكتور معالي الدكتور سيد عامل السبب في الجامعه الامريكيه. أنا مش عارف هي اشتغلت في قانون الدولة بس اشتغلت في وسيلة طاقة الوسيلة اللي هيكون السبب. فعلي حال طبعا أنا بشكر المعالي الدكتور سيد على هذا الحضور وإن هو فعلا تواصل معانا الفترة اللي فاتت، وده ما عادش طبعا أنا حضرت كلامه، وهي سببت بس في القطيعة بين الدكتور عادل عمل شغل. بالك يعني أنا أخذ الدكتور عادل يكلمني فأنفذ فيزعل نتخانق لحد ما فعلا حصل وقيع عليه وجيش، ما كنتش أناقش لما يرد عامل كده في الآخر ونرجع ترجع معاه المجال. فأنا طبعا بشكر دول لأهلكم ومصرين فعلا إن هم حاجة يعني محمودة، يعني مش حاجة وحشة، حاجة محمودة وأنا بقدرها أيام التقدير. قبل ما أخذ الكلمة مع الدكتور جمال يجب علينا أن أرحب بأخي الأزهر على الدكتور احمد طلحه مدرس القانون العيش. بالنسبه لسؤال سعادتك الرساله اللي وجهها للباحثين، انا لاحظت طبعا احنا في البحث العلمي بقى لنا سنوات، وانا لامس طلاب اسوان زي طلاب بحر، فانا جمعت من الايه بين الثقافتين يعني سواء كنشأة او سواء كعمل هنا وعمل هنا، مفيش تنافر كتير، بالعكس فيه مميزات لكل اقليم من الاقاليم بتاعتنا. الشباب في اسوان عندهم طموح وعندهم تطلع وبيحبوا المناصب، ومصر كلها بتحب المناصب رغم ان العمليه بقت ما عادتش زي زمان يعني، لكن في النهايه هم بيسعوا جاهدين هنا في الكليه، وعندهم وكمان لهم ميزه ان هم عندهم وعي وعندهم حس، والطلبة هنا اللي عاشرتهم أو درست لهم من فترة سنوات قبل ما أنتقل لمست فيهم المعاني الجميلة اللي بيقولوها والذهن المتفتح. وأنا الحقيقة لسه ليا ما تستغربش ليا صداقات بالطلاب اللي كنت وأصبحوا رجال وأصبحوا في هيئات قضائية بعضهم وأصبحوا محامين، وأنا لسه يمكن من فترة كان ليا حد في الغردقه كان عنده انا يمكن الواقعه مش محل، بس انا بقول قيمه الجامعه وقيمه التواصل شكلي، وكان في حد يعرفه من عندنا فعنده قضيه هناك، حد اتمسك في قضيه فراح له والده وقرايبه يشوفوه، فقلت لهم شوفوا محامي وانا عرفوني مين وانا بتواصل معاه لان انا اعباء الشغل مش هعرف انتقل معاكم فورا يعني.
فبالصدفة لقيته طالب من أحد الدفعة الأوائل من الدفعة الأوائل اللي كانوا في جامعة أسوان. فدي سعادة وده التواصل، ده التواصل. أنا موجود في بحري وده تلميذي كان في أسوان والنهاردة أصبح محامي وله قدره وله قيمته وتفانى يتمنى في مهنته وتفانى أكثر من أجل رسالة العلم. فإحنا كمان بنبذل كل جهدنا من أجل البحث العلمي من أجل الطلاب. أنا رسالتي بس ما حدش يستعجل، يعني هي مشكلة الرسالة النهاردة الناس مستعجلة، مش عايز حد يستعجل في البحث العلمي. الناس تقرأ كويس، تختار موضوع كويس، تكتب كويس عشان تقدم حاجة، لأن أي كلمة بتكتبها أنت بتطلع من إيدك ما عادش بتبقى ملكك، تبقى ملك الدنيا كلها، فأنت بتعبر بقى عن نفسك، والكتاب هو دليل على صاحبه، بيعرف الناس على شخصية صاحبه. أنا سعيد بلقاء حضرتك، وإن كنت حضرتك قلت كلمة يعني مهمة جدا ولكن لازم نقف عندها، إنه ما عادتش المناصب زي الأول، ما نقولش المناصب، نقول العلم ما زالت له قيمته ولا يصح إلا الصحيح، وأيضا القدوة بشكل صحيح وليست القدوة المرتبطة بشهرة أو مال زائف. ولكن حضرتك في الفعل نؤكد في مجتمعاتنا على إنه العالم، على إنه رجل الدين، على إنه القدوة الصحيحة لأبنائنا والأجيال القادمة ستظل هي المحور الأساسي وهي الشيء الصحيح في المجتمع وستستمر إن شاء الله. أستاذنا أستاذ دكتور ماهر أبو خوات، شكرا لك. شكرا لك وشكرا لأهل أسوان العزيز على نفسي، شكرا لمعالي الأستاذ الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، أنا بقدم له كل تحية على مجهود اللي بذله، وشكرا لكلية الحقوق وكليتي اللي لها فضل عليها كبير جدا، وزمايلي هنا كل زمايلي الدكتور أيمن عبد الغفار، الدكتور عبد العزيز سعد ربيع، الدكتور حسين عبيد، الدكتور محمد متولي، الدكتور هيثم، الدكتور صالح، حافظهم بالاسم طبعا، كل أعضاء التدريس أنا بقول لهم كل الشكر والتحية، وبشكر الناس اللي قابلونا بحفاوة واستقبال كعادة أهل أسوان، أشكركم كل الشكر وأشوفكم دايما على خير ودايما في أهل خير. أعزائي المشاهدين، كنا معكم وهذه الحلقة من رحاب الجامعة، بنشكركم وإلى اللقاء.